أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد، حيث نرصد فيها أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والعالمية. كما هو المعتاد نبدأ من أهم العناوين. نقرأ من الهيئة نت: ميليشيا الحشد الطائفي تعتقل 39 شخصا في الموصل. في صحيفة المدى: الصدر يدعو إلى حملة شاملة تسحب السلاح من الفصائل المسلحة والداخلية تبارك. في موقع كتابات: القضاء يتسلم اليوم مكتب مفوضية الانتخابات في كركوك للبدء بعد الأصوات يدويا. في الجزيرة نت: الحوثيون يقصفون جازان والتحالف يعلن مقتل مدنيين. العربي الجديد: جنوب العراق نزع السلاح يواجه سطوة سلاح العشائر والميليشيات. القدس العربي: ترحل عراقيا إلى فرانكفورت إثر اعترافه بقتل فتاة يهودية ألمانية. أخيرا وليس آخرا، في صحيفة الحياة: موسكو تحمل بعنف على واشنطن وتتهمها بتأمين غطاء لتنظيم الدولة. عن احتمالات إطلاق عملية عسكرية تركية في العراق كتب علي حسين باكير في موقع عربي 21، حيث يقول: خلال الشهرين الماضيين سلطت بعض التقارير الضوء على وجود تحركات غير اعتيادية للقوات المسلحة التركية داخل الحدود العراقية. بيّنت هذه التقارير أن الهدف من التحركات إنشاء نقاط تمركز ثابتة في الطريق المؤدية إلى معقل مقاتلي حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل. شكلت التحركات مؤشرات متزايدة على التحضيرات الجانب التركي لإطلاق عملية عسكرية شمال العراق، بعدما كان قد نجح في عملياته العسكرية في عفرين شمالية غربية سوريا بداية هذا العام. وعلى الرغم من أن مثل هذا الأمر لا يخرج عن المألوف أو المتعارف عليه، إلا أن تطور الموضوع إعلامياً أوحى بأن العملية العسكرية البرية قاب قوسين أو أدنى، في ظل الحديث المتكرر للمسؤولين الأتراك عن أن مثل هذه العملية قد تنطلق في أي وقت. يشكل تواجد حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل تهديداً استراتيجياً طويلاً للداخل التركي، كما أن تحصنه في تلك المنطقة يعطيه القدرة على الصمود وإشغال الجانب التركي. لكن إطلاق تركيا لعملية عسكرية واسعة في هذا التوقيت لا يبدو منطقيا أو واقعيا، إذ ليس ثمة خطر داهم يتهدد الجانب التركي الآن أو يجبره على إطلاق مثل هذه العملية مع ما تحمله مخاطر وتكاليف اقتصادية ومالية، ما يعني أن تصعيد وتيرة التصريحات الإعلامية ضد حزب العمال الكردستاني يستهدف على الأرجح تحقيق حسابات انتخابية. في المقابل يمكن تفسير الحشد العسكري المتزايد وتكثيف الطلعات الجوية على أنها استكمال للتحضيرات اللوجستية اللازمة لإطلاق مثل هذه العملية بعد الانتخابات مباشرة إن تطلب الأمر ذلك بالفعل. خلاصة القول: بالرغم من أن احتمال إطلاق عملية عسكرية برية سيبقى قائما بالتأكيد، لكنها لن تكون قبل الانتخابات كما يعتقد البعض، علما بأن مثل هذه العملية ضد معقل حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل ستعتمد بالضرورة أيضا على عناصر ترتبط بعلاقات أنقرة، في حينه مع كل من واشنطن وأربيل وبغداد، وهو أمر سيظهر بشكل أوضح بعد الانتخابات المنتظرة. هؤلاء الذين قضوا في انفجار الحسينية في مدينة الصدر في بغداد، ومعهم الذين أصيبوا بحروق وجروح وكسور وانكسارات نفسية ستلازمهم دهرا أو حياتهم بأكملها، ومعهم الذين تهدمت بيوتهم ومدارسهم، ومعهم أيضا الذين صدمهم الحادث على امتداد العراق، دماؤهم وأرواحهم ومعاناتهم في عنق الحكومة ورئيسها حيدر العبادي أكثر من غيرهما، هكذا يرى الكاتب عدنان حسين في مقال بصحيفة المدى.
لا عذر للعبادي وحكومته، فكائنا من كان الذي حول حسينية إلى مخزن للأسلحة والذخيرة فإنه يتحمل مسؤولية مباشرة عن هذه الجريمة التي لا ينبغي أن تمر كما مرت سائر الجرائم المماثلة. لكن رئيس الحكومة يتحمل مسؤولية أكبر، فهو المختار من الهيئة المنتخبة من الشعب مجلس النواب ليكون المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة بحسب ما قضى به الدستور. واقع أن من حول حسينية في حي سكني مزدحم بالسكان إلى كدس سلاح وذخيرة هو ميليشيا لا يغير في مسؤولية رئيس الوزراء وحكومته، فهما المسؤولان عن ضمان الأمن للسكان، وهما المسؤولان عن تنفيذ القانون وحفظ النظام العام. لو كانت الحكومة ورئيسها متقيدين بواجباتهم الدستورية ما كانا قد سمحا بتشكيل الميليشيات، وما كانا قد سمحا بوجود السلاح خارج أيدي القوات الحكومية المحكومة بالقانون والنظام، وما كان لأحد أن يتجرأ على حيازة السلاح وتكديسه في حسينية بجوار مدرستين وسط حي سكني شعبي. مرات عدة سمعنا فيها رئيس الوزراء يؤكد ويعيد التأكيد أنه لن يسمح بأن يكون السلاح خارج يد الدولة، ولم يحصل شيء. أقصى ما فعله العبادي في مواجهة الجريمة السافرة هذه أنه أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث. التجربة علمتنا أن تشكيل لجنة على هذا النحو يعني تسجيل القضية ضد مجهول. العبادي كان في وسعه لو أراد أن يتخذ من الحادثة مناسبة ليطلب من الميليشيات حل نفسها أو تسليم أسلحتها إلى الدولة، أو أقله إخراجها بعيداً عن المدن والمناطق الأهلة بالسكان. الطريف أن السيد العبادي برغم هذا كله يسعى إلى ولاية ثانية. لم تكن حادثة انفجار كدس للعتاد يعود لمجموعة مسلحة في مدينة الصدر شرقية بغداد قبل أيام لم تكن منعزلة عن السياق، بل هي في قلب السياق العراقي وفي صميم مفهوم السلطة. فمن يمتلك السلطة يمتلك السلاح بشكل علني أو سري ويستخدمه في تدعيم سلطته. ابتداء يجب القول أن تداعيات حادثة مدينة الصدر خلفت نمطا من ردود الفعل غير المتوازنة في النظر إلى قضية التسلح. فمن جهة هاجم أعضاء التيار الصدري الذي يشك بأن الجهة التي خزنت الأسلحة مقربة منه بقوة ذلك التيار على أساس سياسي، واتهمته بأنه خارج القانون دون التطرق إلى القوى المسلحة الأخرى. ولم تشفع له حتى مطالبة زعيمه مقتدى الصدر بنزع سلاح شامل من كل الفصائل المسلحة. ومن جهة أخرى دافع أنصار التيار بقوة لتبرير الحادث الدامي والمرعب أو نزعه من سياقه أو التقليل من دلالته، حسب الكاتب مشرق عباس في الحياة اللندنية. أن يكون السلاح الثقيل والمتفجرات منتشرة خارج أجهزة الدولة بهذه الكثافة ليس خبراً بدوره، ولا ينتمي إلى مرحلة تنظيم داعش، بل يعود إلى مرحلة الاحتلال الأمريكي للعراق وتوزع سلاح الدولة بين الأطراف المختلفة وربما قبل ذلك. الخبر أن السلاح يتم خزنه في أماكن سكنية مكتظة ومساجد وحسينيات وسط المدن لا خارجها. وهنا تحديداً يجب أن يتم إدراك مدى خطورة ظاهرة التسلح وتعاظمها إلى درجة أن مدن العراق بمثابة قنابل موقوتة بإمكانها أن تنفجر بطريقة كطريقة الحسينية في مدينة الصدر لتهدم عشرات المنازل وتودي بالضحايا. لا تجدي في الواقع متابعة قضية مدينة الصدر جنائياً عبر عزلها عن الظاهرة بحد ذاتها، كما لا تجدي الإعلانات السياسية عن نزع السلاح أو الرغبة بنزع السلاح من طرف أو آخر، بل الظاهرة في حاجة إلى معالجة عميقة وشاملة تبدأ بالتحديد من إعادة تعريف ووصف المجموعات المسلحة المختلفة، خصوصاً أن قانون الحشد الشعبي الذي لم يتم تطبيقه سوى شكلاً لا يضع حدوداً دقيقة لتلك المجموعات، ما سمح لها جميعاً بالحصول على استقلالية في قضايا تداول السلاح واستخدامه. إعادة السلطة إلى الدولة يتطلب يداً قانونية شديدة الوضوح ومقتدرة في فرض احتكارها للسلطة المنتزعة منها.
لكنها أيضا عادلة وغير انتقائية، فإما أن تستعيد الدولة كل من انتزع منها من سلطاتها الحصرية أو أن تعترف بالعجز والفشل. قبل وبعد الانتخابات لم تهدأ موجة الادعاءات بوجود مخالفات قانونية وعمليات تزوير. الكثير من تلك المزاعم كان موثقا، والكثير منها أيضا قد تمت فبركتها. وقد شاركت في ترويج المزاعم الموثقة والمفبركة أو القنوات الفضائية والصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي. الكاتب قصي الصافي يكتب عن فشل العملية السياسية في العراق وعن الدولة المدينة في مقال بموقع كتابات. القائد والحزبي والمسؤول السياسي والعسكري بل حتى أصدقاؤهم وأقاربهم يمارسون سلطتهم في التدخل بعمل جميع المؤسسات التربوية والصحية والإعلامية والرياضية وغيرها لتحقيق مآرب شخصية أو حزبية أو لمجرد إرضاء نزوة سلطوية. وبهذا تمددت مخالب السلطة إلى جميع المؤسسات لتلتهم الدولة، فلم يعد بمقدور أي مؤسسة إنجاز خططها باستقلالية، بل أصبحت أداة لتنفيذ أوامر ونواهي السياسي المتسلط. لا غرابة إذن أن تصبح المؤسسات أوكاراً للفساد والنهب. ومن هنا تأتي أهمية المجتمع المدني في الحد من سلطة الحكومة والعمل على إعادة توزيع السلطة والثروة والمعرفة لتمكين المواطن من الدفاع عن حقوقه السياسية والاقتصادية والمطالبة بتوزيع عادل للثروة وفرص متساوية للوصول إلى المعلومة. المقصود بالمجتمع المدني المؤسسات والمجاميع المنظمة والمستقلة عن الدولة، ولا يمنع أن تكون لها صلات معها أو مع الأحزاب كالنقابات المهنية والمنظمات النسوية والجمعيات الخيرية والإعلام المستقل والجامعات ومراكز الأبحاث ومنظمات حقوق الإنسان. تعثر العملية السياسية في العراق بما فيها الانتخابات يعود إلى هشاشة مؤسسات الدولة وضعف المجتمع المدني، فالمفوضية والقضاء والبرلمان والإعلام مؤسسات هشة مرتهنة للقوى المتنفذة ولا تمتلك الآليات والمصداقية لاستقصاء وفرز الحقائق، ما يفسح المجال لترويج الإشاعات وفوضى اختلاط الحقيقة بالأكاذيب. تحولت حوارات تشكيل الكتلة الكبرى لتأليف الحكومة العراقية المقبلة إلى التنافس الشديد بين معسكرين اثنين، فقد استطاع زعيم دولة القانون نور المالكي استغلال خلافات زعيم تحالف سائرون مقتدى الصدر معه ومع جزء من تحالف الفتح وجهات أخرى لكسب خصوم الصدر إلى جانبه، وجمع كتلا مقاربة لعدد مقاعد تحالف الصدر في سياق استقطاب تحالف رئيس الحكومة حيدر العبادي الذي أصبح اللاعب الأقوى في هذه المنافسة، والذي منح فرصة كبيرة لفرض شروطه عليهما والتمسك بمنصب رئيس الحكومة المقبلة بحسب تقرير لصحيفة العربي الجديد. قال نائب عن التحالف الوطني للعربي الجديد إن خلافات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي ومع كتلة عصائب الحق ذات 15 مقعداً ضمن تحالف الفتح أسهمت بشكل كبير بتشكيل معسكر منافس للصدر، مبيناً أن المالكي استطاع استغلال ذلك بتشكيل هذا المعسكر وتقرب إلى الفتح مع تحالفات أخرى صغيرة ليجمع 94 نائباً. وأوضح أن تحالف دولة القانون المالكي له 25 نائباً والفتح الحشد الشعبي له 47، وهم على تفاهم جيد مع تحالف بغداد الذي يملك 14 مقعداً وإرادة 3 مقاعد وكفاءات مقعدين والجماهير مقعدين، مبيناً أن هذا العدد من المقاعد أوجد معسكرين متنافسين لا توجد بينهما أي خطوط للتقارب، هما معسكر المالكي ومعسكر الصدر. وأضاف أن المعسكرين اليوم يواصلان جهودهما لاستقطاب تحالف العبادي النصر لأجل تحقيق نصاب الكتلة الكبرى. الملك اليوم سلم بأن منصب رئيس الحكومة المقبلة ليس له، كذلك زعيم تحالف الفتح هادي العامري، وهم اليوم يحاورون العبادي الذي يتمسك بقوة بولاية ثانية فضلا عن شروط أخرى. الأكيد يا سادة يا كرام أن روسيا ليست جمعية خيرية، لم ترسل قوات وقاذفات إلى سوريا
من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من بقايا النظام، من أجل سواد عيون بشار أو إيران. قاله الرئيس فلاديمير بوتين عن أن وجود القوات الروسية في سوريا ينطلق من المصلحة الروسية وليس من أي اعتبارات أخرى، حسب الكاتب خير الله في مقال بصحيفة العرب اللندنية. اعتقدت روسيا أنها تستطيع فرض أجندتها على النظام وإيران، تبين أن العلاقة بين الجانبين أقوى بكثير بل أعمق مما تعتقد. إنها علاقة عضوية تفرض على بوتين اتباع استراتيجية مختلفة في حال كان يريد بالفعل المحافظة على مصالح روسيا في سوريا واستثمارها في سياق الدور الجديد الذي يظن أنه صنعه لبلاده. لن يبصر مثل هذا الدور النور سوى في حال توافر حد أدنى من الندية بين موسكو وواشنطن. لعل أصعب ما يواجه فلاديمير بوتين في سوريا أنه لا يستطيع تجاهل أن إيران تلعب في هذا البلد مستقبل نظامها، بعدما وضعت نفسها أمام خيارين: إما مواجهة شاملة مع إسرائيل مع ما يعنيه ذلك من حرب مدمرة يمكن أن تصل آثارها إلى لبنان، أو الانكفاء. مثل هذا الانكفاء يضع مستقبل النظام على المحك. إنه يعني الكثير بالنسبة إلى إيران التي تقوم سياستها منذ العام 1979 على الهروب المستمر إلى خارج حدودها. ليس سراً أن إيران تمتلك الكثير من الدهاء، لكن هناك فارقاً بين الدهاء والاعتقاد أن في الإمكان استخدام روسيا في خدمة من نوع إبقاء الأسد في دمشق دون الحصول على مقابل. لا يمكن للدهاء الإيراني المرور مرور الكرام على فكرة أن روسيا لا يمكن أن تنقذ بشار بالمجان. روسيا تعمل من أجل روسيا، وفلاديمير بوتين يعمل من أجل فلاديمير بوتين. وصل شاب عراقي قتل فتاة يهودية ألمانية في غرب ألمانيا إلى فرانكفورت بعد أن رحلت سلطات إقليم كردستان إثر اعترافه باغتصاب الفتاة وخنقها، كما أفاد مسؤولون عراقيون ووسائل إعلام ألمانية. وأوقف الشاب الجمعة عند الساعة 2 صباحا في قضاء زاخو البلدة التي تضم 350,000 نسمة والواقع على الحدود العراقية التركية. وكانت ألمانيا أعلنت أن عراقياً يشتبه بأنه قتل فتاة يهودية ألمانية وقف الجمعة شمال العراق بعدما فر إلى هذه المنطقة، ما أثار استياء واسعا. ورغم عدم وجود اتفاقية لاسترداد المطلوبين بين البلدين، وضعت السلطات بشار على متن طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا متجهة من أربيل إلى فرانكفورت حسب تقارير إعلامية ألمانية. إلى الكاريكاتير. We'll be right back.
لهذا نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى ختام صدى الأقلام لهذا اليوم. دمتم في أمان الله ورعايته.